أيها الإخوة الكرام، أيها الطلبة والأساتذة، يسرني أن ألقاكم مرة ثانية مع موضوع بدعة المتسنن على الحكاية، أو من بدع المتسنن. وقبل أن نتابع الحديث عن بعض ما نذكره من بدع من يطلب السنة، هو جاهد أو يستفرغ جهده وجهده في أن يكون متسننا، فأصل المطلب عنده يعني طيب ومبارك، ونسأل الله تعالى أن نكون جميعا على ذلك. لكن قد يقع في بعض المخالفات من حيث يدري أو لا يدري أو لأي سبب، قد نذكر بعضها وقد نحجم عن ذكر ذلك. بقي من المحاضرة السابقة أن نعقب على مسألة، وهي قول بعضهم، وهي من بدع المتسنن العارضة، ليست المقصودة لذاتها، ليست المقصودة لذاتها وإنما هي عارضة، قول بعضهم إن ليبيا ليس فيها علماء، ليس فيها علماء. تعرضت لها في اللقاء السابق تعرضا يعني خفيفا، لعل قائلا يقول إن الشيخ لم يفهم قصدنا، وإنما نقصد ليس في ليبيا، أو متى ليس في تونس أو ليس في الجزائر، أي بلد تقال الكلمة هذه، ليس فيها عالم بمعنى يقتدى به، يعني هو من حيث التعليم أو من حيث الشهادة أو من حيث شهادة العلماء له بأنه عالم، رواية ودراية مثلا، هو عالم لا نطعن في ذلك، لكن لم يصل إلى مرحلة أن يقتدى به. معنى ذلك ليس في ليبيا علماء، بمعنى ليس في ليبيا علماء يقتدى بهم. وهذه أكبر من أختها، أكبر من أختها، أكبر من إطلاق القول. لما؟ لأن هذا الذي يقول ليبيا ما فيهاش علماء، لابد أنه سد الفراغ من خلو البلاد من الأهل العلمي، سد فراغه ذلك بعلماء آخرين. لا شك لن يكون الإنسان ما عندهش عالم، لأن الله تعالى قسم الناس إلى قسمين، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن في أهل الذكر وفي من يسأل، لن يكون الناس كلهم على طبقة واحدة وعالمين بأحكام الشريعة مثلا أو في كل شيء. حتى المجتهد في الفقه هو عامي في الكهرباء أو في الطب، فسيسأل، ولو ردوه إلى الرسول إلى علمه الذين يستنبطونه منهم، هذه تقسيم أيضا. فهذا سد فراغه، من أين سددت فراغك؟ أنت تقول يقتدى به، إذا هو يعني ربطت ما بين العلم والعمل، العلم والعمل، يعني هذه إذا بالغت فيها فستقف عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء الذين أحجموا عن الكلام مع الناس خشية الوقوع في الخطأ، قال لهم أهل العلم لو فعلنا ذلك لم نجد ناصحا ولا واعظا لمن؟ للأنبياء المعصومون. هذه واحدة. الأمر الثاني مطابقة العلم العمل، وأن يعمل بعلمه، هذا مطلوب، لكن أن يكون على درجة الأنبياء هذا غير مطلوب من بشر، بل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تطلبن كمالا من بشر. فلا بد أن يكون شيخك وإمامك من أحد إمامين، إما أن يكون معصوما فهذا غير موجود لأنه انتهى بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تغض الطرف عن بعض أخطائه لوجود الأحسن نسبيا، فهذا إما أن تسحبه على الجميع وإما أن تسحبه على بعض العلماء دون بعض فيكون تحكما. والتحكم هو أن تقول بقول لا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل، لا من النقل ولا من العقل، يسميه العلماء تحكم.
فيكون قولك هذا من التحكم. ثم إنني أتساءل هذا الذي نقتدي به إما أن يكون تابعا للدولة ظاهرا في منابرها ظاهرا في نواديها، وهذا في أغلب الأحيان لا يكون خاليا من المخالفات الكبرى، لأن الحكومات غير رشيدة والحكومات لها طوام، فإن نصحها ويعني وجاهر بالنصح كان جزاؤه أن يكون قابعا في السجن، وإن سكت كانت جرحة فيه. الإمام الثاني لا يكون في الدولة وإنما هو متقاعد، أو أنه علاقة بالطلبة زي حالتنا الآن يقري وخلص مثلا، أو بعض أهل العلم، وهذا لا علم له بالواقع ولا مماحكة له مع الواقع ولا علم له بالواقع، وهذا كأن أحكامه وفتاويه إنما تخرج للناس كأنه البخاري ومسلم، كأن كتاب، كأن القرآن نفسه، كأنه القرآن نفسه، يعني يخرج للناس ثيابا بدون أرقام، لأن الذي يحدد الرقم للثوب هو الواقع، هو الواقع. ثم إنه كما قلت لا يستمع العالم مما يقدح فيه، لكن إذا كنا مع الغفلة، نعم الغافل يقول الشيخ الفلاني أنا سمعت بأذني، قالوا ما تقول بعض الناس، قالوا ما تقول فلان، وأما فلان فعقيدته صحيحة، عقيدته كذا، لا مطعن فيه لا مغمز فيه، أما شيخك ففيه وفيه وفيه، هذا قول غافل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، هم الوحيدون فقط، أما الباقي لهم أخطاء. فقول هذا لا يقول به إلا غافل وليس بمتعلم، ولذلك يسعى أصحابه أن يكون أتباعهم غير متعلمين. أما إذا كانت مسألة نسبية فهي نسبية هنا ونسبية هناك، أما إذا أخذتها بما ليس له خطأ فأنت لست بواجد لا هذا لا هنا ولا هناك، إما أن تقبله بالخطأ هنا وهناك، وإما أن ترده بالخطأ هنا وهناك، وغير ذلك هو ليس من القول الصحيح بل هو من البدع. الأمر الثاني، لما تحدثت عن بدعة القول ببدعة العقائد وأنها سحبت على بدعة العمل، لا أقصد التهوين من بدعة العمل، لا بدعة العمل حتى يمصيبة، لكن حرام علينا وبدعة في منهجنا وفي دعوتنا أن نقيس بدعة العمل فرعا على بدعة العقائد أصلا، فهو قياس فاسد، هذا ما عنيته والله أعلم. المقية مسألة أذكر بها على سبيل السرعة، قال الإمام الذهبي، ولما تقول الإمام الذهبي يعني تنصت الدنيا تنصت، أهل العلم ينصتون، يعني الإمام البحجر شرب ماء زمزم ليكون كالذهبي، وقال في شرح النخبة الإمام الذهبي من أهل الاستقراء التام في الرجال، يعني الاستقراء نعرفوه تام وناقص، أغلبه في الدنيا كيف يقع؟ ناقص، يقع ناقصا، لكن قال من أهل الاستثناء الذهبي من أهل الاستقراء التام في الرجال، صاحب التأليف. قال الذهبي: ثم إن الكبير من أئمة العلم، سأقرأه بنصه، إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. وهذه بدعة عدم الموازنات، يعني ربما تكون في لقاءات أخرى يوسرها الله عز وجل. قال: ولا نقتدي به في بدعته، نعم، وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. هذه مسألة قال الذهبي. مسألة ثانية قال ابن تيمية، هذا رجل أيضا شيخ الإسلام، ويعني كان نحسبه خادما لله عز وجل، ليس لحاكم ولا لمرتب ولا لشهرة، فأعطاه الله كل شيء في زمانه، عاش في السجن والآن هو
يعني يمدحه مبغضه ومحبه. قال ابن تيمية: وليس لأحد أن، والله كأنه يعيش زماننا، سبحان الله، توفيق من الله عز وجل. قال: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، أو غير النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء قال، بعدين قال: ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي كذلك. وما اجتمعت عليه، بل هذا من فعل أهل البدع، من فعل أهل البدع. إذا الحكم على البدعية هذه أو البدعة خذرت اثنين من ابن تيمية، وعلماء أهل المناظرة يقولون ألزموهم بما التزموا به، ألزموهم بما التزموا به. لما بتخاطب شيعيا مثلا ألزمه بالكافي، ألزمه بالكافي للكليني، لأن هذا الكتاب المعتبر عندهم كالبخاري وغيره. الآن ندخل بسرعة حتى لا يأخذنا الوقت إلى مسألة بدعة أخرى، بدعة أخرى. نتصور الآن اقترب منا رمضان، اقترب منا رمضان، فتصور شابا أو شيخا كهلا صام رمضان على السنة جزاه الله خيرا، وأعلنت العيد هلال وشوال، وقام صباحا تنظف اغتسل تبيض سار مكبرا مهللا على سنة سلم وصلى بالمسلمين، نعم طيب ما شاء الله، سنة في سنة أعان الله الجميع. ثم يفجأ الناس بأن يخطب خطبة واحدة، أن يخطب خطبة واحدة في العيد، ويقول للناس: هذه السنة، هذه السنة. العيد كم فيها خطبة؟ عنده خطبة واحدة، عند جماهير أهل العلم. ولم يقل أحد من جماهير العلماء، لا في المذاهب الأربعة ولا في الثمانية، بل حكى الإجماع على الخطبتين العلماء، ومنهم ابن حزم. وابن حزم من أذكياء الدنيا، ومن أشهر ما أحاط علما بفروع الشريعة، هذا لا يوجد في أحد. بالله عليك، والإمام أحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ليس لك فيها إمام، وتقول لي الآن أنا والله على السنة وأنا على الجادة وأنا على الطريق المستقيم، ولم يقل أحد، وأنا أعظم السلف. وهذا طيب وهذا مطلوب، أنت الآن ما عظمت السلف، أنت الآن أحدثت قولا خارج الأقوال، وهذا لي حكم عظيم جدا في أصول الفقه. لا، من أحدث قولا ثالثا وليس لهم حجة. إنما ما الذي دعا إلى ذلك؟ وسأتكلم الآن كيف الرد على الكلام هذا. ما الذي دعا إلى ذلك؟ كيف إمام، عفوا، إمام عالم، ما نقولش أنا طالب علم يا سيدي، يقول مثل هذا الكلام ويرى أمام، ليس من أحد، حتى إنني من باب الخوف يعني أو الاستقصاء قلت هين شوفني لعل، حتى في النت لم أجد، ما أتكلم عليك بكثير، إلا أن أحدهم عقب تعقيبا، أحد المشاركين عقب، قاله الإمام أحمد في رواية عليه وابن مهدي ومجموعة من العلماء أربعة ولا خمسة، سبحان ربي. فلما ونقله عن الحافظ ابن رجب الحنبلي صاحب فتح الباري قبل فتح الباري متاع ابن حجر ولم يتمه، فرجعت إليه سبحان الله، فوجدت أن يتكلم على صلاة الاستسقاء، يتكلم على صلاة الاستسقاء. فالمسألة إما أنه يعني غفل عنها، وإما أنه مدلس، الله أعلم بالنيات. والباقي لم يوجد قبل عصرنا هذا من قال بذلك، بل قال هو الإجماع، قال هو الإجماع. ما هو نعم، حتى النووي قال ما فيش دليل على الركعتين، على الخطبتين آسف، إلا القياس، قياس الجمعة، قياس العيد على الجمعة. لكنني أقول إن هذه المسألة من مسائل الميراث النقلي، يعني ينقله الكافة عن الكافة، والنقل
الخلاف فيه قليل. هل رأيت الآن خلافا في عدد ركعات المغرب، ركعات الظهر، العصر، الصباح؟ إن الصلاة أربع وأربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم ثلاث بعدهن أربع ثم صلاة الفجر لا تضيع. ليه؟ لأن هذه نقل من الفقه المتوارث نقلا، لذلك يقل فيه الخلاف. فيأبى بعضهم تحت السنة للأسف أن يحدث هذا القول. فالأحاديث اللي تقول خطبتين ضعيفة، نعم نقر بذلك، لكنها بمجموعها يعني في عن مرفوع وفيه الموقوف عن الصحابة مجموعها، لكن ضعفها العلم يعني مش مشكلة، نقول بضعفها. لكن أنت ما حجتك؟ قال حجتي هي الأصل، أن الأصل كم خطبة؟ كم الخطبة؟ واحدة. وهذا القول يا إخواني الإحداث هذا هو من المحدثات، بل من البدع الكبيرة، وتأتي كما قلنا من المتسنن. لو جاءت من المبتدع نقول شنشنة نعرفها من أخزر، لكن أن تأتي من المتسنن لما؟ لما؟ ذكرون كلمة لما هذه، لأني سأذكر كلام الآن قد أنسى. قولوا يا شيخ قلت لما، لا أذكر لما. أهل التاريخ، لأن تقول الآن لما يقول لي واحد أراه الصلاة، يعني النبي الله مسلم عليه كان يخطب كم خطبة؟ واحدة. نقول لزين، النبي خطب خطبة واحدة على قولك، والصحابة والخلفاء الأربعة خطبوا كم خطبة؟ واحدة، لأن مش معقول يخالفوا. بس جيب لي أو ائتيني بالوقت التي تغير فيه. هذه قدام كتب التاريخ وكتب المحدثين، التاريخ العام وتاريخ المحدثين، ثم بعد ذلك تاريخ الحرمين. الحرمان مكة ومدينة لها تاريخ خاص، لو تقراه تستغرب. عددوا أحجاره، عددوا مداخله، عددوا كل شيء فيه، تبركان ويعني إثراء. تعرف الرحالة بالذات، ابن بطوطة ابن جبير آسف، لما دخل الحرم قال صلاة التراويح، لأن كان الحقيقة كان الفقه يعني المذهبي مأثر على الناس، فكان المالكية صلى بهم إمام، والشافعية إمام، مذهب كل واحد عنده إمام، ويعني يتأخروا بعضهم عن بعض، وحدث لهم مشكلة في المغرب، المغرب صلوا جميع شوش على بعضهم، في التراويح صلوا كل واحد بروحة، الأذان كان أربعة، هاي الدولة السعودية بارك الله فيها قضت عليه، وخاصة الأذان. به يقول ابن جبير كان الحضور للشيخ المالكي أكثر من غيره، لماذا؟ زحمة عليه، قال لأن فتيلة الزيت كبيرة، فتيلة الزيت تاعهم كبيرة هلبة مضوية، فما شاء الله فيحضر، يعني تصور ما تركوا شيئا. لم ينقل تاريخ الحرمين ولا التاريخ العام ولا تاريخ المحدثين أن الأمر تغير. لو أنها بدعة أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خطبة واحدة، شو بيقولوا؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم زي الأذان، كان يسلم كم أذان عنده؟ أذان واحد، وأحدث عثمان الأذان الآخر، كل الأمة تنقل فيه. لما واحد في العيد جاء وقدم الخطبة على الصلاة، نقلها التاريخ ونقلهاش؟ طول نقلها، لأن أمر مخالف، طول أي تغيير ينقله التاريخ. بل إننا نعاني في التاريخ زي تاريخ الطبري وغيره، نعاني من أشياء هو معدور أسندها، أعذر الأمة بإسنادها، لكن وجدها المبتدعة ووجدها خصوم أهل السنة واستخرجوها من، قالوا هذا كتابكم وهذا إمامكم وهذا المؤرخ والمحدث وشيخ المفسرين، ذكروا كل شيء، فلم يذكر لا تاريخ الحرمين ولا التاريخ العام ولا تاريخ المحدثين، أن اليوم أو الشهر أو الإمام الذي غير مدى الخطبة من خطبة واحدة إلى خطبتين، ولا من انتقده من أهل العلم. تقرأون كل شيء يقول لك هذا يعني فعله فلان، أول من فعل كذا فلان، أول من أحدث في أمر كذا فلان، يعني يأتي العلماء يقولوا أول شيء تغير كذا، حتى يعني يقولوا أول بدعة ما هي؟ أول مؤرخ أو محدث أو شيخ يقول لك أول بدعة وقت في الإسلام هي المناخل، هي المناخل، يعني حتى في العادات، حتى في العادات إذا ابتدع الناس بدعة لغوية يقولها التاريخ. المناخل يعني الغربال، كانوا يأكلوا في الدقيق بنخالته، تحسنت الحكاية شوية
شو بديروا؟ حولوا النخالة للحيوانات وهم أكلوا أكلوا الدقيق. أول هذه قاعد أول بدعة ضد في الإسلام. يعني ينقلون كل شيء. أنت جاني تقول الآن نقول لي نصدق ماشي الحال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة واحدة. زين. ومتى تغيرت؟ هذا المسجد النبوي، هذا المسجد الحرام، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يصلي الإمام فيه كم خطبة؟ أو يخطب كم خطبة؟ خطبتين. ما قال أحد في التاريخ كانت خطبة واحدة ثم تغيرت. وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله، تتوافر الدواعي على نقله. ثم إنك ما قلت به أو ما ذكرته يعني ليس يعني اسمع يعني هو المشاكل فيه. يعني أولا سيهدم ما تدعو إليه. أول واحد جي وتقول له خطبة العيد خطبة واحدة يقول لك كان دوتك كلها في التوحيد وفي غيره زي هذه، أنت تمشي أنت واللي تقول فيه. إذا أنت قد أسأت إلى نفسك وإلى دعوتك. هذه واحدة. اثنين، أن بهذا القول أكون خلفيا مولغا موغلا في الخلفية، لأن من يسبقني إمام وأتحدى. والتحدي ليس من شيم طلبة العلم راو، لكن والله يلجئونك إليه، يلجئونك إليه إلجاء. هذا النت وهذه الكتب المكتبات وهذا أهل العلم وهذا العلماء، سواء من المحدثين سواء من الفقهاء الأربعة من الثمانية من كل أهل الإسلام. ما قال أحد إن الإمام يخطب خطبة واحدة أبدا. فقولك الآن أنا أتسنن بالسلفي وتقول هذا، أنت خالفت السلف وخالفت الخلف وابتدعت يعني هل نتزاوج المسألة شوية باش أحسنت سيدي أخي بارك الله فيك. في آثار نعم قال النووي ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. المسألة لما هناك دعوة، واللي كلمة لما هذه خطيرة شوية راي نعم ولا في الأخير لا لا ما هو باش نطلع منها بعدين. نحن الآن فيه بدعة أخرى، لكن ليش نقول بدعة بمعنى البدعة، لأن هي بدعة لكن سأترفق فيها. هي مسألة معلش يا أستاذ أنتبيه، هي مسألة المذاهب الأربعة. بعض طلبة العلم يتحرج أن يقول أنا مالكي أو أنا شافعي أو أنا حنبلي أو أنا حنفي. هو الغفلة منهم، بعض الغفلة يقول لك أنت تتبع في النبي اللهم صل وسلم ولا تتبع في الشافعي؟ أنت تتبع في النبي ولا تتبع في أحمد بن حنبل؟ أي ملك تتبع؟ أنت تتبع النبي اللهم صل عليه. اللي ما عندهش علم شو يقول؟ والله كلام صحيح. لكن عنده علم يقول له إن شاء الله لا بأس عليك، عندك حرارة. لما؟ نعم لما؟ لأن قولك، لأن الآن إذا قلت أنا على الكتاب والسنة وغيري قال على الكتاب والسنة وغيري قال على الكتاب، وهذا حق، كيف سأميز بينك نميز بيننا أو فيما بيننا عند الاقتياب؟ نقول قال فلان وقال فلان، فنضطر إلى نسبته إلى المنهج. معنى أنا مالكي أي أتبع النبي صلى الله عليه وسلم بما فهمه الإمام مالك وبما فهمه الشافعي عند الشافعية. فالمسألة الآن باش نفرق ما بين إمام وإمام دون تعصب، دون تعصب، لا أتعصب. التعصب مذموم. اللي يقول المذهب مالكي معناها في أكثر اتباعه، لكن ما يأخذ 100% ولا يخرج عنه، هذا مبتدع أيضا. حتى هؤلاء يقول لك أنا مش ما يكون الشافعي، لا أنا في الكتاب والسنة. وكأن مالك رحمة الله عليه يجيب من دفتر أبيه ومن كيسة أخيه. هذه رأي طعن في الأئمة، طعن في الأئمة. نقول لك مالك وضع أصولا. أنت الآن إذا استطعت أن تضع أصولا للتعامل مع الكتاب والسنة حتى لا تقع في التعارض، فأنت يحرم عليك أن تكون مقلدا. وهو الآن يقول لك أنا مش مقلد. الإمام الشاطبي، شاطبي راهو صاحب الاعتصام المتأخر، لا الشاطبي صاحب القراءات المتقدم، بيناتهم يجي 500 سنة.
يقول أنا مقلد، ولو جبت 520 دكتور وربطتهم في بعضهم وقول لهم ترى اشرحوا لي كلام الشاطبي في موافقات مثلا لا عجزوا في كثير من المواضع عن حتى عن فهمه، ومع هذا يقول أنا مقلد. يا سيدي، ونفرق بين المقلد والمتبع ماشي الحال، وإن كان هي قالها ابن عبد البر، لكن هذا المتبع كأنه هو يعني هو يدخل في المجتهد فغير المقلد، لأن عرف الدليل وقال بالدليل. أما المقلد فهو اتباع الحجة من غير حجة، من غير معرفة الدليل. الهروب من التمدهب بعد ما أغلب الإخوة دوم أشداروا استفادوا من الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد سلوم رجوع عليه على الحيط، استفادوا منه في طريقته، وهو إمام لم يخرجوا عنه إلا في قليل، ثم بعد ذلك نسوا فضله ولم ينسبوه إليه، وقالوا نحن الكتاب والسنة. الإمام أحمد ما وصوله الكتاب والسنة، الإمام مالك ما وصوله الكتاب والسنة، فهي يعني من تحصيل الحاصل. فبيقول لك أنا أمام بالكتاب والسنة أمام قولك، أنت تقول بالمالك وأنا أقول بالكتاب والسنة، ضعيف أو الغافل شو يقول؟ أنا مع الكتاب والسنة لست مع مالك، وكأن مالك جايبه منين؟ من كيسته من جيبه. هذه مسألة. وهو هو حنبلي، وإذاك أنا في الفروع نقول حنابلة، في الأصول سلفية. ليه؟ لأن في الأصول في المؤول وغير مؤول، خلفي مؤول وسلفي غير مؤول، أما في الفروع فكل سلف، فكل من السلفي. طيب، أراد بعضهم لو أنني بقيت على إمام أحمد، إمام أحمد ولم أخرج عنه في شيء، سيأتي من يقول أنك أنت كما فعلت أنت تابع إمام أحمد، فقول أني تابع وحرام عليك أن ألا تنسب الفضل إلى أهلي. فماذا فعل بعض هؤلاء؟ أرادوا أن يخرجوا عن الإمام أحمد، فدخلوا في هذا الشذوذ، سواء في قصة مرت بنا صيام يوم السبت، وسواء في قضية الخطبة خطبتين، فقالوا بشذوذ لم يقل به أحد من الأئمة وهم دعاة السلف. يعني ربي موسى في بيت فرعون، يعني سبحان الله، أطهر كلمة وأقدس كلمة، والأصل فيه أن يكون من أفضل المناهج. هو لماذا لما خرجوا عن الإمام هلكوا، هلكوا في فتوى، لا هلكوا في أنفسهم، خرجوا عن الإمام، ما خرجوا عن الإمام أحمد في شيء إلا أتوا بما لم يقل به أحد. فأنت إذن أيجب عليك الرجوع إلى الأئمة. أما لو جئت بشيء يعني في المستجدات أو في رجحت ما بين الأئمة في قول لا بأس، لكن أن تقول الآن أنا سأجتهد للكتاب والسنة، ثم يوصلك الكتاب والسنة إلى هذا الشذوذ الذي لم يقل به أحد. حتى الأئمة المعاصرين، بعض الأئمة عبارة عن مجاملة، بعضهم يقول ما لا، بعضهم يقول والله كذا إشاء، بعض منهم خايف تطلع له اللي سمو فهم تاع الكورة حمراء. أيوة إيه، والله إن الآن بعض الإخوة يا إخواني، وهو يجلس مكاني هذا، والله 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 إنه لا يخشى أئمته أكثر مما يخشى الله ورسوله. يقول قولي هذا سيعرض على الشيخ الفلاني وسيعرض على الشيخ الفلاني، ثم إنه قد يقول هذا مبتدع، فظل ماذا يفعل؟ فيمشي وراء شيخه حذو النعل بالنعل، يردد قوله، يردد عباراته، ربما ردد حتى لكنته. ربي أعطاك أيها الليبي ويمشي حتى في القرآن سنة فصيح ما شاء الله تبارك الله، يجيك شاب بات في الدباغ ليلة أصبح قربة، لاقى واحد من المشايخ شوية ويجيك ويبدأ لك يلحن لك هذاك الكلام. والله يا شيخ الطبلاوي ذكر الله بخير، قال يجينا في الإذاعة المصرية واحد يقرأ شيخ البسط، قال نقول له تعال روح عندنا الأصل. قال يجي واحد يقرأ يقدم للإذاعة يقرأ زي المنشاوي، قال نقول له بارك الله فيك عندنا الأصل روح.
قال يجي واحد الحصري روح ان الاصل كان عندنا اصول. اذا كان مساله في اصولك يعني لدها الدرجة يقع يعني الانسان يصبح ملا يعني امعة. وهذا ايضا في مساله اخرى، هذا بالنسبه لما بالنسبه للقائل به، والقائل به الى حد ما ربما نقول ربما نجد له بعض العذر، لكن المقلد لي اللي الان يجي يخطب خطبه واحده يوم العيد، هو اولا شيء، اول شيء الخروج الخلاف لابد ان يكون معتبرا. الشيء الثاني يعني حذر العلماء من المخالفه لذات المخالفه. اذا القول الاول يقول بعلماء والناس عليه، لماذا للمخالفه؟ لتقول انا عالم. هذا الذي قلده اللي قال الاول ربما اراد شيئا، هو خرج عن الائمه فسقط في هذا، وكان مع الأئمة فعلا في غيره حتى لا تنقص الناس. لكن يا ليتهم يوازنون بين علمائنا كما نوازن بين علمائهم. أما هذا المقلد، هذا اللي يجي الآن شاب ولا غيره ويصلي خطبة واحدة، أقول له أثبتت بالدليل القاطع أنك تتبع القول، تتبع القائل لا القول، تتبع القائل لا القول، أن تتبع عند قوة الدليل وحجة الدليل، أنت لا تتبع ماذا؟ القائل قال به فلان، إذن لابد أن يكون صحيحا، لابد أنه وفق، لأنه موفق، لأنه مسدد، لأنه محفوظ، لأنه، ويدور على العصمة بألفاظ. يا إخواني هو علم، كان نقول يا شيخي أتبعك ما شاء، أما هذه فقد ما قديما يقولوا مالت عمامته، الشيخ لما يطلع عن الجادة شوية يقولوا مالت عمامته عمامته، أنا نقول الآن مالت عمامتك يا شيخي فادي، فاتركك لنا مشايخ هل نتقمصهم؟ لا لا، ما زلت انا اسلم سلاما واحدا في الصلاه وكبار مشايخي يسلمون سلامين، مثل ما هي تقليد مثل. فانت اللي تقول تقول انا والله الكتاب والسنه وفهم سلف الامه، وين فهم سلف الامه يا رب يحفظك ان شاء الله؟ ما هناش. اذا انت تقول لي والله يتبعوا في المشايخ، انت اللي تتبع مشايخ الان، وانت الذي جعلت منهم عصمه ومعصومين وجعلت منهم مسددين، ولا ترضى والله العظيم نفعل ما كنا نعيبه على بعض الاتجاهات. بعض الجهات قديما كانت تعيب في النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه، يعني ما يكلمكش تتكلم على شيخ يخنقك. والان وصلنا الى اكثر من ذلك. فانا اقول احنا بين الكتاب والسنه هذا قول لم يقل به احد، وهي بدعة متسنن، بدعة متسنن. لو كانت من بدع غير المتسننين لقلنا يعني هذا يعني يقص البن ويعتف الزبدة ولا كما يقولوا فيها، يعني خلي شنشنة نعرفها. لكن أنت تكون بتقول السنة وأنا على السنة وعلى كذا، لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ليه؟ لأن قبل هذه مدرسة تقوم كانت في الماضي عند أهل التصوف، والآن أخذ هؤلاء بأشد مما كان عليه أهل التصوف. ماذا يفعل؟ أن يزكى الإمام أولا برؤى، بمنامات، بتزكيات، مش عارف بيش، أن يصبح إماما يعني لا يرقى إليه الشك ولا التهمة ولا الخطأ، فنجعله في شبه المعصوم، وبعدين نقبل كلامه، لن نطلع على قوله، هو موفق، هو كذا إلى آخره. حتى إن بعضهم ذكرت له يقول لعل نقول له خير لعل، ما تقولهاش في الشيخ الاخر، الشيخ الثاني ما يحبهاش يقول قالها، هو لم يسمعها منه وما ترقيتش فيها، لكن الشيخ هذا يقول لعله قصد كذا. والكلام طويل، على كل حال اريد ان نقف عند هذا الحد. اذا هي مساله منقوله بالعمل، نقلها الجيل عن الجيل. ولذلك الامام مالك لما قال لابو يوسف، أبو يوسف هذا تلميذ أبي حنيفة، قال له يا إمام كيف تدنو في المدينة هذا الأذان اللي ندنو به الآن إحنا، هذا الحديث كذا كذا كذا. قال له يا أبا يوسف النداء ينادى به كل يوم 5 مرات على رؤوس الأشهاد، نقله الصغير عن الكبير والتلميذ عن الشيخ إلى أن وصلنا. فهل نترك هذا لقول فلان عن فلان؟ يعني هل نترك المتواتر إلى الأحد؟ مش معنى عن فلان راهو يسب في السنة، لا، لكن مسألة قوة في الدليل،
أن أترك المتواتر إلى الآحاد، المتواتر المقدم على الآحاد، استقر أي العمل. وكان إمام مالك الآن اللي يقول أن الخطبة خطبتان ومذهبه على ذلك. مثلا في المدينة، هل جاء رجل من مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وقال يا جماعة ما تفعلون؟ لما تخطبون خطبتين والنبي خطب خطبة واحدة؟ ولا متى؟ ومتى تغير السؤال الخانق هو إن كانت واحدة ففي أي وقت تغيرت ومن الذي غيرها ولم سكت التاريخ؟ هل يسكت التاريخ؟ لا يسكت. فعرفنا من هنا أنها بدعة، وأن أصحابها يثقون بالقائل أكثر من القول. فتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون وأنا معكم. الآن بدعة أخرى، الوقت على كل حال بدعة خطيرة وحنية تمر بنا الأيام هذه. أنا اخترتها لأن لها بعضها ليس له علاقة بحياتنا اليوم، لكن لأثبت لكم ذلك، وأن هؤلاء يجب أن يراجعوا أنفسهم. وفي أشياء لها علاقة بنا اليوم. اليوم تسمع من بعض المتسننين يقول لك فلان اليهود وانصار خير منه. أي والله، وقد يكون إماما، وقد يكون إماما يوم هو يدعو إلى الله ويعمل لله، أنت لم تكن موجودا ولم يكن أبوك موجودا وكان مشايخك في سبات عميق. قرأوا التاريخ، قرأوا التاريخ. الذهبي لما كان معتدلا قرأ التاريخ وتعلم، كان حافظا وكان إماما، وجرح والتعديل عنده ما شاء الله من المعتدلين. يقول لك تقديم اليهود والنصارى على من خالفنا في الرأي من المسلمين، هذا موجود. وأنا سأذكر أمرين ثم أتبعهما بفتوى. الأول في سورة اسمها سورة ماذا؟ الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هذه حديث عند الترمذي وصحيحة. تصور ماذا حدث، وأن النبي وأصحابه في مكة صلى الله عليه وسلم حدثت معركة عظيمة ما بين فارس وهم عبدة النار، أشبه شيء من بكفار مكة اللي يعبدوا فيه الأصنام، والروم وهم أهل كتاب، كتاب محرف، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وكذا في الإنجيل، لكن أهل كتاب أشبه من بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهل كتاب نزل فيهم وحي وفيهم رسول، صح ولا لا؟ لما صارت المعركة فارس غلبت الروم، يعني عباد النار غلبوا عباد الله على دين محرف، على دين محرف تحريفا عظيما. حزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الكفار. كفار قال شوف هذا عبدة النار انصرهم ربي عليكم وعلى أشباهكم اللي تقولوا عندنا إله واحد، أو النصارى حتى عندهم إشكالية حتى في التوحيد، على هم أهل نار وإحنا أهل حجارة، فرحنا لنصرهم. وحزن المسلمون لنصر فارس، حتى إن أبا بكر راهنهم على أن يغلب الروم الفرس، فحزنوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقرهم على ذلك. وجاء القرآن قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحدث ذلك يوم بدر. شوف ربك تاريخ، غلب المسلمون أهل الوحي عباد الأصنام، وغلب الروم أهل الكتاب أهل الفرس أو الفرسة، وفرح المسلمون بذلك، وقاله المؤرخون وقاله المحدثون وقاله الشراح، فرح المسلمون بغلبتي. وارجع للترمذي فقد فصل الأمر تفصيلا واضحا وبين الحزن والفرح وبين المراهنة، وكان راهنهم، ومع ذلك
ألغيت المسألة وكان المال سحتا وتصرف فيه. على ما يدل هذا؟ أن من كان أقرب إليك، المسألة نسبية، المسألة مدى نسبية، فكل ما كان أقرب لك كان هو المقدم في محبتك، كل ما كان أبعد عن دينك كان هو المبغض إليك. لا لمغنم سياسي ولا مادي ولا شهرة رياسة. هذه الأولى. الأمر الثاني أن هذا تشبه بأهل الكتاب من اليهود. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، السحر والشرك أو الشيطان إلى غير ذلك، أو حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، يؤمنون بالجبت والطاغوت، بالأشخاص. إذا فسرناها بالأشخاص يؤمن بمن؟ بالأشخاص. شيخي قال كذا فأنا أقول كذا، وكنا نخوض مع الخائضين. يعني كالببغاء عقله في أذنيه. أعيذكم وأعيذ نفسي من ذلك. جاء يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالوا أنتم أهل الكتاب قريش، تعالوا يا يهود. قال جاي كعب الأشرف، قالوا أنت شيخ كبير وحبر كبير وعالم، أما خير إحنا والله محمد كان الحق أن يقول. كيف يصير أنتم عباد صنم، أنتم كفار لا تعبدون الله؟ هؤلاء على الأقل يعبدون الله. أرأيتم كيف أن الإسلام أجاز نكاح الكتابية ولم يجز نكاح الكافرة المجوسية والمشكلة الكتاب؟ أليس هذه من القرابة؟ أما أقرب نحن آل الكتاب والله المجوس مثلا آل الكتاب واضح. هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. حق اللعن. نفعل مثل ما يفعلون. عندما المسألة تجي قدام في فلان المخالف لنا في بعض الفروع أو حتى في بعض الأصول ممن يحتمل الخلاف وإن كان فيها راجح ومرجوح، نعم، وسترون الفتوى الآن كيف تصرفت في هذه المسألة، فيقول أنتم والله اليهود وانصارى خير من هؤلاء، وهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون كما تصلي ويزكون كما تزكي ولعل أحدهم أقرب منزلة إلى الله منك. الأمور بيد الله عز وجل. هو حتى إن أخطأ كما تخطئ أنت، هو أخطأ عن علم وعن اجتهاد، فنتحاور ويعظ بعضنا بعضا. أما تقول لأي تجارة موجودة الآن يقول لك فلان شر من اليهود والنصارى، اليهود خير منه، وبالعكس أيضا. اقرأ الآن ما يكتب في الآن، اقرأ. والله يا إخواني أريد أن أنفض الغبار عن أذهانكم بس، وخلامي تخش على طول وارجعوا وابحثوا بأنفسكم. تجد الآن سكوتا مريبا عن الكافرين أصالة، والكتب تؤلف وكذا إلى آخره، والقول والعياذ بالله والخروج حتى عن الأخلاق وعن الأدب. واحد منهم مش عاجب كلام شيخ قال فمه واسع. أبي بأي سنة بأي كتاب؟ أنا أخبرك بأي كتاب بأي سنة. أنا أخبرك بسنة فرعون. بسنة من؟ فرعون. قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لما خرس من موسى قال والله ألكن من دهاء فرعون. لكن اللي قالت حتى أم المؤمنين قالت ما أخسرها عن نفها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هل خلقت نفسها؟ واحد يقول والله على منابر المسلمين ويقول أني لم تلوثني البدعة. ما هو من هنا ذكرت في المحاضرة الماضية المتنبي ولا؟ من أنت ولاني يجيك وكان لم تلوثني البدعة؟ مين حد يقولها تزكي هذه؟ لكن قالها هو. ثم ماذا قال؟ قال فلان، والله يسامحوني يا جماعة، والله يسامحوني لكن الله غلب. قال فلان رأسه طويل. بينه خالق أنت. قال لعل أمه تعسرت به عند الولادة. وارجع اليوتيوب والله لا أكذب عليه.
ويقول لم تلوثني البدعرة، هذه في بدعة أكثر منها، سبحان الله. لكن هذا المتنبي، وأنني خير من تسعى به قادم، هو هذا النقص بعوضة بهذا الكمال المزعوم الموهوم. شاف شو وصلني هنا ندري عليه كيف. المهم، فإذا لما تقول لي الآن هذا خير من اللي هو، أعوذ بالله، اسمع الآن إلى الفتوى وسأقرأها عليكم. الله غني القاع قريبة مني. نعم، هذه فتوى للشيخ ابن تيمية، وإما تتلخبط بك الأمور مع هؤلاء فعليك بابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه يعني هو رجل، هناك من جعله شيخ الإسلام في أعلى عليين، وهناك من لا صنع له إلا في ذمه. لكن المسألة هو أصاب بعلم وأخطأ بعلم، ليس معصوما، ليس، لكن فضله كبير، وكان منصفا نحسبه، وكان خادما لله. الآن بتكلم على النصارى والمسيح، دين المسيح، تجد كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، بتعالج مسألة التشيع فعليك بكتاب منهاج السنة، بتعالج مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم الصارم المسلول. الفتاوى ما شاء الله سألوا هذا السؤال، انتبهوا معي، سألوا قولة لابن تيمية، سئل عن رجل يفضل اليهود والنصارى على من؟ على الرافضة. تعرفوا الرافضة شو يديروا؟ الرافضة إيمانهم يقوم على أمرين، على المبالغة في الإمام علي، في الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ودريته، وفي استنقاص الأئمة الآخرين، سب الصحابة وشيء عذ بالله، حتى إن ابن تيمية حكم بكفر أئمتهم دون عامتهم، دون عامتهم. هؤلاء الرافضة اللي ما خلوا ما قالوا، كتب القرآن في عائشة وقالوا عنا قرآن آخر، وطوامهم كثيرة جدا. قال في رجل، عن رجل يفضل اليهود والنصارى على من؟ على الرافضة. الرافضة عندهم جزء دين، نوع دين، وتكون ما كفر. زين، ماذا قال؟ اسمعوا هذا الجواب، هداني الله وإياكم إلى الصواب، سأقرأه حتى لا أضيعه. قال الجواب: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة. أنت الآن يقول اليهود والنصارى خير من فلان لبدعة تراها، هي قد تكون مش بدعة بكل، سواء كانت بدعة الخوارج، شوف فلان بالله والله يكتب بماء الذهب، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم. ما زالك في هالتعداد ما فيه. فإن اليهود والنصارى كفار، كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام. والمبتدع الرافضة إذا كان يحسب أنه موافق، شوف بالله، شوف كلام الأئمة، شوف، إذا كان يحسب، مرات صاحبك وقف بدعة ويحسب أن الخير، ويحسبون أنهم يحسنون، إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له أو لا مخالف له، لم يكن كافرا به. ولو قدر، لا مخالف، آسف، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو قلنا كافر، كفر ما زي كفر مما، فهو إما ليس بكافر، وإما كافر وكفر ليس ككفر هؤلاء. بمعنى أن اخذناه في عوام الشيعة فليسوا كفارا، اخذناه في أئمتهم فهم كفار، والشيعة عامة الشيعة وعلماؤهم وخاصتهم أولى في الموالاة وأقرب إلينا من اليهود والنصارى. هذا سلفي، هذا إمام، هذا إمام. لكن أولئك، غير هذا، هذا شو مشكلته؟ يتبع إماما يريد الرياسة كما يعني على أنقاض غيره، على أنقاض غيره.